السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا جماعة جبنا لكم مقطع جديد وحلقة جديدة كيف تسوي في بي ان بدون اي برنامج في بي ان. طبعا يعني مرات انت بتكون محظورة ببلدك مثل الاردن، العراق، السعودية، بتكون محظورة بدك تدخل بسيرفر ثاني، يعني فاهم عليك، بدك تلعبها ثمن سيرفر المانيا، يابان، اي سيرفر بدك اياه، او مثلا بسبب مشكلة البنك اللي عندك بدك تغير السيرفر مشان البنك. طبعا اي برنامج في بي ان البرامج الكويسة حقها مصاري، بس البرامج المجانية يعني يعني بتعلق، لما تفتح اللعبة بتعلق، البنك عالي، ما بتعرف تكمل جيمك، مثلا بطلع قدامك واحد لما تيجي تطخه بصير يعلق. طبعا اليوم جبنا لكم كيف تسوي الفي بي ان بدون اي برنامج. طبعا طريقة سهلة، بتروح على الاعدادات، بدريش انا عن نظام تلفوناتكم، انا نظامي حديث 9.0.1 الاتصالات. انتو يمكن تفتحها من الواي فاي شبكة في بي ان، اما انا بحط المزيد من ضبط الاتصال في بي ان. هذه الشبكة انا سويتها، خلنا افرجيكم شلون راح تسويها. راح تحط اضافة ملف تعريف في بي ان، بنطيك اسم، بتحط اي اسم، مثلا مهند. عنوان الخادم، عنوان الخادم تروح رابط الموقع راح احط لكم اياه. بتنقي، تنزل لتحت، بتنقي المكان بدك اياه، يابان، تركيا، فرنسا، انا بنصحكم بالمانيا وفرنسا، بس انا راح احط المانيا. المانيا يعني افضل شيء. كرييت اكاونت، بنطيك، هو انت ما بتضغط على كرييت اكاونت، انت بس بتنقي السيرفر، بتنزل هون بتلاقي كل شيء جاهز. السيرفر هذا تنسخه، يعني شغلة نسخ لصق، ما بدهاش اي شيء. تنسخ هذا هون، نسخ، بتروح هون بتحط عنوان الخادم، هاي اول واحدة بتحطها عنوان الخادم، ماشي. بتروح على الثاني، يوزر نيم اسم المستخدم يعني معروفة، نسخ، نحطها هون، ادخال اسم المستخدم. راح كل شيء، اي اسم، وهاي هون كيف راح كل شيء، يعني مبينه. عنوان الخادم اول وحده، هاي لصق، تروح على اسم المستخدم، هذا هو اسم المستخدم، وتحطه يوزر نيم هون، لصق، ظل كلمة المرور، بتروح هاي باسورد، بتختار النسخ، تحط هون كلمة مرور، لصق، تحط حفظ. لما بدك تيجي تشبك تحط هون، تحط توصيل. مرات ينطيك انه ما لم ينجح او اشي هيك، تستنى بدك تعملها وتكرر فيها، هو يعني بزبط دائما. هسه بقول لك تم الاتصال، هاي الفي بي ان شغال، ما في اي اشي، وانا بالاردن راح افرجيكم، او راح اطفيه وافرجيكم انه ببجي ما تفتح، وبعدين راح ارد افعله وافرجيكم انها فعال قطع الاتصال، ماشي. هاي نفتح على ببجي، نفرجيكم انها ما تفتح. طبعا يعني الجوالي خرب، انكسر، وما بدي اصلحه، وجبت جوال كويس للقناة مشان فيديوهات تكون يعني سلسة اكثر. طبعا لا تنسى تشترك وتفعل زر الجرس، اهم شي تشترك. هاي الخادم لا يستجيب، حسنا يرجع اقولك الخادم لا يستجيب. اما هسه راح نفعل الفي بي ان من الاعدادات، يعني اي برنامج عندك اشطبه، لما يكون انت منزل برنامج تحط على الفي بي ان يطلع لك كون اسم البرنامج بالمكان هذا.
توصيل وهسه راح نفتح ببجي وتشوفوا بعينكم انها ببجي بتفتح على هذا الطريقه هاي بدون اي برنامج بدون اي تنزيل اي برنامج. البرامج بتدمر لك التلفون وكمان غير هيك بتخلي الجوال يعلق لما تفتح ببجي، يعني بينج عالي، يعني سيرفر المانيا كويس البينج عالي مش عالي فيه، البينج كويس وما بتعلق. طبعا هاي الطريقة مشان تحل مشكلة البنك. طبعا يا جماعة انا من زمان ما لعبت مع حدا، اللي بحب يلعب معاي بيجي يبعث لي، وهاي الاي دي تبعي، هاي الاسم وكل اشي، ولا ضمن اي اشي، حتى بدي افوت طاقم بدي افوت كل اشي، بس بستنى الرد منكم، وبتمنى تشترك تفعل زر الجرس. وبتشكركم، وبكره ان شاء الله راح ينزل فيديو السماعه مثل ما وعدتكم شلون تشبكها بالسوني 4 اللي ما ترضى تدعمه. واهم شيء اشترك فعل زر الجرس ولايك وتعليق على ذوقك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.